السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي اللغة العربية للصف الأول متوسط. كتبت نموذج أسئلة لنهاية الكورس، يعني نموذج من الأسئلة لنهاية الكورس. عندي الإنشاء: من عاش خادما تحت قدم، أولا طبعا عندي إنشاءين اثنين، من عاش خادما تحت قدم أمه عاش سيدا فوق رؤوس قومه. هذا الإنشاء عن عيد الأم. ثانيا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العلي العظيم. هذا الإنشاء عن العلم. هاي الإنشاء. هسه ناخذ القواعد. السؤال الأول يقول: عين المبتدأ والخبر وبين نوع الخبر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، صدق الله العلي العظيم. هنا عندي آية قرآنية قايل عين المبتدأ والخبر وبين نوع الخبر. المبتدأ عدي الله، هذا لفظ الجلالة هو مبتدأ، ويبدأ عدي خبر، يبدأ خبر، ونوع الخبر هنا جملة، جت جملة فعلية، نوع الخبر جملة فعلية. زين عدي هذا ألف باء، اعرب ما تحته خط، يريد الله أن يخفف عنكم. عدي أن حرف نصب واستقبال، يخفف فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. زين هذا الاعرب سؤال اول. السؤال الثاني يقول: عين احرف النصب وبين الفعل المضارع المنصوب فيما ياتي. كي يحترم رايك عليك ان تحترم اراء الاخرين. كي هنا حرف نصب، كي حرف نصب، يحترم فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه ظاهره على اخره. نقول هنا بعد ان هم اداه نصب، وتحترم فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه. زين قايل استخرج فعل الأمر وبين علامة بنائه. أولا نقول احسنا إلى جاركما كي تنالا رضا الله، هنا يريد استخرج فعل الأمر وشنو علامة بنائه. فعل الأمر هي احسنا، هذا فعل أمر. علامة بنائه حذف النون لاتصاله بألف الاثنين، حذف النون لاتصاله بألف الاثنين. سؤال الثالث ألف ادخل كان وحدة أخواتها على الجمل الآتية. عدي المكان فسيح، كان وحدة أخواتها أي أن كتبت أصبح المكان فسيحة. زين باء استخرج أخبار إن وأخواتها وبين نوعه. تحافظ على المدرسة كأنها بيتنا، نحافظ على المدرسة كأنها بيتنا. هنا عدي بيتنا خبر إن وأخواتها، هنا عدي خبر إن وأخواتها، والخبر المفرد يعني نوعه. الخبر هنا خبر، مو هذا نوعه، خبر مفرد جاء نوع، يعني بيتنا هنا اجى خبر ان وخواتها، ونوعه هو خبر مفرد. سؤال الثالث باء ضع خط تحت الفاعل وخطين تحت المفعول به. زين يحمل الجمل الحطبة، ادي هنا الجمل فاعل والحطبة مفعول به، خليت خط تحت الفاعل وخطين تحت المفعول به. سؤال الرابع يحرصان على تربية الأولاد الوالدان. هنا يقول استخرج الأفعال الخمسة وبين علامة رفعه. هنا يحرصان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. با اكمل الفراغ بحسب المطلوب في بين القوسين. عدي هنا يصل القطار إلى المحطة، يقول حرف يفيد نفي وقلب وزمن زمن الفعل. عدي هنا لم، لم يفيد النفي وقلب وزمن الفعل، لم يصل القطار إلى المحطة. با اثنين حرف يفيد ترك أحداث الفعل، مثلا عندي فراغ تأكل الفاكهة قبل غسلها، هنا حرف يفيد ترك أحداث الفعل هو لا، لا تأكل الفاكهة قبل غسلها. ثالثا حرف يفيد السبب والعلة، يسعى العراقي بكل قوة ويبني وطنه. شو نقول حرف يفيد؟ ليبني وطنه. لا نقول ليبني اللام، هذا ليبني وطنه. زين هسه بقت عندي الإملاء والخط. الإملاء عرف التاء المربوطة. التاء المربوطة هي تاء تقع في آخر الكلمة، تلفظ في درج الكلام تاء واضحة وتلفظ عند الوقف عليها هاء، هذا تعريف التاء المربوطة. استخرج الكلمات التي لحقتها ألف التفريق مع ذكر السبب. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، صدق الله العلي العظيم. هنا عدي الألف التفريق، عدي آمنوا اجى هنا فعل ماضي اتصلت به واو الجماعة، آمنوا فعل ماضي اتصلت به واو الجماعة. عدي هنا بعد تتخذوا فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة. هنا بقى للخط اكتب العبارة التالية بخط حسن،
عن حسن اهتمامك نقول بالآخرين، حد هنا التاء يعني نوضح اهتمام بالأحرف التاء والراء والزاي والنون والهاء والواو والياء. أمي غرست بذرة الخير في نفسي فأزهرت سعادة وطمأنينة. هذه لازم نعتني بها بهذن الأحرف، وشكراً.